طبعا عارف ان انتوا كنتوا مستنيين فارغ الصبر اول حلقه من حلقات التوعيه اللي بتقدمها لكم شركه بايوسيتي. في الاول نحب نقول لكم ايه هي بايوسيتي. بايوسيتي هي مؤسسه علميه هدفها نشر الوعي والتقدم بالبحث العلمي في مصر ونشر التوعيه بين الناس وبين الطلبه سواء كانوا لسه طلبه او خريجين. بتقدم لكم خدمات كورسات انها بتأهلكم لسوق العمل بعد كده وبتساعدكم ان انتوا تقدروا تعيشوا حياة افضل وتتأقلموا مع جو الدراسة او جو الشغل بعد التخرج. طيب نبدأ اول حاجة هنتكلم عنها العلم. العلم كلمة كتير قوي بنسمعها بس كل واحد فينا بيبقى ليه تفسير معين عن الكلمة دي. في حد فينا بالنسبة له كلمة علم دي يعني معلومات، في حد يسمعها يعني بحث علمي، في حد يسمعها يعني توعية، وممكن حد يسمعها برضو معناها قراءة. كل واحد فينا ليه تفسير وبنسمع الكلمة دي كتير بقى في التلفزيون مع أصحابنا، بتسمع حاجة على النت، بتسمع عالم بيتكلم، ليها مدلول. عشان كده هي ملهاش تفسير معين أو تعريف معين. احنا تركيزنا في بايوسيتي على العلم، ازاي نوضح العلم، ازاي نسهل العلم على الناس، عشان العلم ليه فوائد كتير قوي في حياتنا. طيب ايه هي فوائد العلم؟ فوائد العلم اولا بتخلي حياتك احسن، بتزود وعيك، بتخلي عقلك ينضج بسرعه، بيخليك تتجنب اخطاء كتير قوي في حياتك، وكمان تتعلم من الاخطاء اللي انت مريت بيها. فعشان كده هدفنا الاساسي وشعارنا الاساسي في بايوسيتي هو بالعلم بنصنع حياه افضل. عشان كده العلم هو هيبقى سلاحنا الاساسي في بايوسيتي عشان نوفر لكم الحاجه اللي انتوا بتحلموا بيها او الحاجه اللي انتوا متخيلينها او الحاجه اللي انتوا متوقعينها اللي هتقدمها لكم بايوسيتي على مدار السنين ان شاء الله اللي جايه كلها. ما تنسوش تتابعوا فيديوهاتنا، ما تنسوش زي ما قلت لكم تعملوا اللايك والسبسكرايب على الشانل وعلى الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. مستنيين اي تعليقات منكم، مستنيين اي اسئله بتدور في خيالكم، واكيد الاسئله دي على مدار الحلقات الجايه هنجاوبكم عليها من غير حتى من قبل ما تسالونا الاسئله دي كلها. بايوسيتي بالعلم نصنع حياه افضل.